وللحديث أكثر عن الانتهاكات الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك ينضم إلينا من القدس عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات. أهلا بك سيد راسم، يعني كيف تنظر لهذا التطور الخطير فيما يتعلق باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟ نعم، نشهد حالة غير مسبوقة من الصعاب سواء على لجهة جيش الاحتلال بالإضافة إلى الجماعات التلمودية والتوراتية التي تستبيح وتقتحم المسجد الأقصى بدءا من يوم أمس أولى أيام ما يعرف بعيد رأس السنة العبرية، واستمرارا في يوم الغفران في 15، ومن ثم عيد العرش في 10 إلى 17 من شهر تشرين أول نعم. القادم. هذه الاقتحامات التي تجري بموافقة المستوى السياسي والأمني هي اقتحامات يراد منها فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تغير من طابعه التاريخي والديني والقانوني، وليس فقط فرض التكريس التقسيم الزماني والمكاني، والهدف أبعد من ذلك هو محاولة إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى، تجعل من الأتباع الديانة اليهودية شركاء في المسجد الأقصى والذي هو مسجد خاص بأتباع الديانة الإسلامية لا يقبل القسمة ولا التقسيم. طيب أستاذ راسم، يعني تعودنا في موسم الأعياد اليهودية دائما أن تشتد وتزيد وتيرة هذه يعني الاقتحامات التي يعني تعتبر بمثابة اعتداءات على المسجد الأقصى وعلى باحاته. يعني تطور خطير إذن هو بدخول قائد الشرطة أو مدير الشرطة واقتحامه للأقصى، تطور خطير أيضا قبل فترة سمعنا عن البوق الذي سينفخون فيه في داخل ساحة الأقصى، وتيرة وعدد الذين يقتحمون، يعني إغلاق بعض البوابات وفتحها، إخراج المرابطين والمصلين، يعني برأيك هذا كله يعني تحت ذريعة أو تحت هدف الوصول إلى تقسيم زماني ومكاني، هل وصلوا إلى هذا التقسيم؟ هل نجح الاحتلال في هذا التقسيم؟ لا أعتقد حتى اللحظة بأن الاحتلال قد نجح في قضايا تكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. هم 48 منظمة تابعة لمنظمات لأمناء الهيكل دعت إلى أوسع عمليات اقتحام، وكان يقدر بأن يكون عدد المقتحمين يزيد عن 3000، والمقتحمين في اليومين بلغت مقتحما بالإضافة إلى ما قام به قائد شرطة الاحتلال من عملية اقتحام، بالإضافة إلى متطرفين من أمثال إيتمار بن غفير ويهودا جليك وبتسليل سمتريتش وأريك كينج وغيرهم من المتطرفين للمسجد الأقصى. المسألة تتعدى التقسيم الزماني والمكاني، هم يريدون أن يستكملوا كل ما يتعلق بالهيكل المعنوي من طقوس تلمودية وتوراتية على سواء في الجانب النباتي أو في الجانب الحيواني. في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك قاموا بغزوة ما عرف بالمسجد القبلي، دنسوا بمساطير جنودهم وجيشهم السجاد في المسجد القبلي وحطموا الثريات والأبواب والزجاج الأثري، وكانت بمثابة بروفا وجس نبض للشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي حول إمكانية إدخال معرفة بقرابين الفسح إلى ساحات المسجد الأقصى. اليوم الخطوة تأتي في إطار ما يعرف بعيد العرش ومحاولة إدخال ما يتعلق بهذا الهيكل من مقتنيات نباتية مثل سعف النخيل وأغصان الصفصاف وثمار الحمضيات، بالإضافة إلى إدخال اللفائف السوداء وكتب الأدعية وشالات الصلاة ولبس الحاخامات الأبيض ما يعرف بطبقة الكهنة، والسعي إلى نفخ البوق بشكل جماعي في ساحات المسجد الأقصى بعد أن استكمل طقوس أداء ما يعرف بالسجود الملحمي في ساحات المسجد الأقصى لطاح المستوطنين على وجههم كعلى شكل من أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية، وأداء صلوات جماعية والقراءات من التوراة بشكل علني وسفر إيستر وغيره. نحن عندما نتحدث عن النفخ في البوق، البعض يعتقد أن المسألة لها علاقة بالجانب الديني، هي لها علاقة أبعد من الجانب الديني، لها علاقة بطابع السيادة والهيمنة، لأن النفخ في البوق يتم في أربع مناسبات. نعم، وهي في
ما يعرف برأس السنة العبرية، وفي يوم الغفران، وتنصيب رئيس وزراء جديد لدولة الاحتلال باعتباره رمز الدولة ورأسها، بالإضافة إلى ما يسمى بعيد استقلال دولة الاحتلال، وهم يقولون بشكل عجيب غريب نعم. يعني أستاذ راسم، أنت يعني تشير إلى أن الذي يحصل يعني تجاوز موضوع التقسيم الزماني والمكاني، وهو أمر ليس متعلق فقط بالناحية الدينية، هو أيضا سياسي. نعم، هو له علاقة بالجانب السياسي، له علاقة بالجانب الهيمنة نعم. وجانب السيادة، لأنهم يصرون على النفخ في البوق ليس في إطار ما قررته المحكمة، مقبرة باب الرحمة أو حائط نعم، البراق إنما الذي هو يستخدمون البوق في مناسبات أخرى لها علاقة برئيس الوزراء واستقلال ما يسمونه دولة. نعم. طيب سيدي، يعني ما المطلوب اليوم؟ يعني الموضوع أكبر يعني مما كان عليه، الوتيرة تزيد، الممارسات التلمودية تزيد وترتفع وتيرتها، يعني ما المطلوب اليوم؟ كيف يمكن أن نوقف هذا الاعتداء الدائم المتكرر على الأقصى والمقدسات؟ نعم، هذا الطوفان من الاقتحامات وبقرار من المستوى السياسي مع اقتراب الانتخابات التبكيرية الخامسة، وأعرف أن هناك محاولة للاستثمار في تلك الجماعات التلمودية التوراتية الداعشية اليهودية لتحقيق المزيد من الأصوات والمكاسب الانتخابية وزيادة حجم التمثيل في البرلمان الكنيسي الإسرائيلي، ولكن القضية هي خطيرة جدا، وبالتالي مسألة الاستمرار في بيانات الشجب والاستنكار سواء من الدول العربية والإسلامية وغيرها والمؤسسات الرسمية من جامعة عربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس، هذه لا تحمي لا أقصى ولا قدس ولا مقدسات، ولا تحمي حتى وصاية هاشمية ولا إشراف إداري من الأوقاف الإسلامية. نحن الآن نقف أمام خطر نعم. مفصلي يتهدد المسجد الأقصى، ولذلك يجب الارتقاء إلى مستوى المخاطر التي تحيط بالمسجد الأقصى واتخاذ نعم. خطوات عملية في هذا الإطار من أجل مجابهة المخططات التهويدية التي ستطال المسجد الأقصى، والذي يشكل قلب البلد القديم، حيث نعم. مساحة الأقصى تشكل سدس مساحة البلدة القديمة من مدينة القدس. نعم أستاذ راسم، يعني نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أن يعني نصل إلى وقف هذه الاعتداءات على المقدسات وعلى المشاعر الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة. شكرا لك أستاذ راسم عبيدات، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.